مع معتز نعواش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء طيب مبارك نتمنى لكل من يتابع قناة دار الإيمان في هذه اللحظات. بدأنا معكم حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج ساعة راديو. دائما وابدا ببسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، ننطلق معكم بحلقتنا من برنامجكم ساعة راديو على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة دار الإيمان الفضائية. بإمكانكم تتابعونا وتشوفوا البرنامج ساعة راديو أو برامج قناة دار الإيمان بشكل عام من خلال البث المباشر على يوتيوب، من خلال صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك، من خلال البث الرئيسي الفضائي على النايل سات. يا ميتهلا بكل اللي بيتابعونا وبيشوفونا من كل مكان حول العالم. ثم انجلى معناه ما في البرايا تران، إن حققت إلا هو فالعبد لمولاه لا يعرف إلا هو، العبد لمولاه لا يعرف إلا هو. يقول ماجد أيوب: حتى لو صرف عنك كل ما تتمنى فلا تحزن، ما دمت قريبا من ربك فما صرف عنك شيء إلا لحكمة يعلمها الله، وسوف يعوضك الله بما هو أفضل منه. وبالتجلي دلك الله ما أحلاه. في هذا المساء الجميل اذكر الله عز وجل، لا تنسوا قراءة أذكار المساء ففيها شفاء، فيها رحمة، فيها هدى، فيها راحة نفسية لكل من يتلوها ويقرأها في كل صباح ومساء. مساءكم طيب بذكر الله. متواصلين معكم بحلقتنا لليوم، ابتدأناها قبل قليل وموضوعنا بإمكانكم تتفاعلوا معنا فيه من خلال صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك وحساب قناة دار الإيمان على إنستغرام. سؤال اليوم: ماذا تعرف عن حلب؟ شاركنا يعني بمعلومة، بفكرة، بشيء تعرف عن مدينة حلب. إن كنت من حلب فبالتأكيد ما تخبرنا عنه يعني شيء قد لا يعلمه الكثيرون إلا الحلبي، فخبرنا عن حلب شو هي حلبي عن اللي عم بيشوفونا. لكن لكل من يشاهد قناة دار الإيمان بالتأكيد خبرنا عن شيء بتعرفه عن حلب، ما بتعرف شيء حاول تدور وتبحث وتشاركنا ولو بمعلومة واحدة سريعة وقصيرة عن مدينة حلب التي تلقب بالشهباء. لا يعرف إلا يا عادل لا تكفي، فالله هو الله، فالله هو الله، الله 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 لا إله إلا الله، الله الله الله
يعني كثير من الناس، يمكن معظم الناس سمعوا باسم أحمد ابن الجزار القيرواني، يمكن نسمع بالاسم لكن ما بنعرف عنه كثيرا. هو أحد أعظم آباء علم الطب وواضع حجر الأساس لاختصاصية تحديدا طب الأطفال وطب المسنين العجزة. لكن التاريخ يذكر عن أحمد ابن الجزار القيرواني حادثة فريدة حقيقة من نوعها، يمكن تحصل مع أحد الأطباء، حصل معه خطأ طبي فادح. هذا الخطأ كاد أن يتسبب بمقتل هذا الطبيب وهذا العالم الطبي المسلم أحمد ابن الجزار القيرواني. في يحكى أن لليوم تقول روايتنا وقصتنا بأنه ابن الجزار عاصر رحمه الله دولة الفاطميين اللي كانت موجودة في كثير من مناطق شمال إفريقيا وتحديدا في مصر، لكنه ما كان عنده أي اتصال بخلفاء هذه الدولة. ليه؟ يعني ذلك طبعا لأنه كان يفضل هو شخصيا بداية البقاء بعيدا عن دائرة الحكم متفرغا طبعا لعلمه، إضافة اللي هو السبب الثاني قلة الثقة اللي كانت موجودة وقتها بين حكام الدولة الفاطمية اللي كانوا هما طبعا يدينون على المذهب الشيعي، وبين سائر أهل إفريقيا الدول شمال إفريقيا السنة وبالتحديد طبعا الأطباء. لذلك كانوا يعرف في بعض روايات التاريخ بأن الفاطميين وحكامهم وسلاطينهم كانوا يعتمدوا بالطب على الطائفة اليهودية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. صادف طبعا في إحدى الفترات الزمنية أن سافر إسماعيل منصور وهو أحد الخلفاء الفاطميين وهو ثالث الملوك تحديدا للدولة العبيدية في الشتاء، فأصابته نزلة برد شديدة وحادة. لما عاد من سفره أراد الدخول الحمام أجلكم الله، فنهاه عن ذلك طبيبه إسحاق ابن سليمان وهو يهودي إسرائيلي، لكنه السلطان أو الملك الفاطمي خالفه. فنتج عن هذا الأمر فيعني حرارة الغريزية الداخلية فنيت من جسمه وذهبت قدرته بالتالي عن النوم، فبدأ الطبيب اليهودي بتشخيص هذه الحالة وعلاج مرض هذا الحاكم، لكن السهر لازمه، فطلب المنصور أن يؤتى له بطبيب آخر، فجيء بابن الجزار. في ذلك الوقت كان يعني صيت ابن الجزار في ذلك الوقت كان له يعني صيت كبير، ووصفت لابن الجزار قبل ما يشوف الملك علة الملك على أنها أرق، ليس إلا قال له إنه ما بينام ما بيعرف ينام ويعاني من الأرق. فجمع له ابن الجزار قبل أن يأتي نباتات تعتبر من النباتات المخدرة لكي يشمها هذا الملك فينام، فنام. فجاء بعد ذلك الطبيب الإسرائيلي اليهودي ليدخل عليه، فقيل له إنه نائم، فقال إن كان قد صنع له شيء خاص لينام فقد مات. وفعلا تفقدوه فإذا هو قد مات بالفعل. فجن جنون رجال المنصور واتهموا ابن الجزار بقتله وهموا أن يقتلوه لولا تدخل الطبيب اليهودي، فحملهم المسؤولية بأنهم هم الذين لم يعلموا الطبيب بالحالة على أصلها، وهذا الشيء هو الذي تسبب بالموت حقيقة. يعني تروى هاي القصة يمكن بكثير من الموجودة بالروايات التاريخية، لكن يمكن الفائدة الأكبر هنا طبعا هي عن زي ما حكينا في البداية، بنذكر إنها عن أحمد ابن الجزار القيرواني وهو طبيب من العلماء الأطباء المسلمين القدامى اللي عاصروا الدولة الفاطمية. تشخيص المرض بشكل خاطئ كان سبب في وفاة الملك المنصور لأنه شخص المرض بشكل خاطئ، فالطبيب أعطى العلاج بناء على التشخيص الخاطئ فأدى إلى يعني حالة مختلفة وأدى إلى خلل كبير في العلاج ما أدى إلى موت الطبيب. الجميل أنه الطبيب اليهودي هون طلع أمين يعني وسلم الموضوع أنه لا يا جماعة تخير الدكتور اللي عالجه وأدى إلى موت الحاكم الفاطمي هذا ما لوش ذنب. ليه؟ لأنه أنتم ما أعطيتوا الحالة بشكلها الصحيح. يمكن لو نعكسها على حالتنا بالطب وبغيره، فجميل حتى نعطي علاج حقيقي لأي شيء في حياتنا إن كان طبي أو غير طبي، أن نشخص الحالة بالشكل اللازم والشكل المطلوب حتى يكون العلاج هو الصحيح والذي يؤدي الثمار المطلوبة والمرجوة من هذا العلاج.
تستمعون إلى ساعة راديو. يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري. اللهم آمين، أغثنا يا الله. سؤالنا لليوم في ساعة راديو: ماذا تعرف عن حلب؟ شاركنا بمعلومة بتعرفها، أو ابحث لنا عن معلومة وشاركنا بها عن مدينة حلب الشهباء. هذا هو سؤالنا لليوم. بإمكانكم تتفاعلوا معنا وتشاركونا، لكل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامج ساعة راديو على قناة دار الإيمان الفضائية من خلال صفحة قناة دار الإيمان على فيسبوك أو حسابنا على الإنستغرام. يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا، يهزم العسرى ويأتي بالذي نرجو. وإلى الفيسبوكيات، وبداية فيسبوكياتنا عن بانا العابد، الطفلة الحلبية السورية التي اشتهرت خلال الأزمة الأخيرة في حلب بتغريداتها وتفاعلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وعلى تويتر على حسابها بشكل خاص من خلال تغريداتها باللغة الإنجليزية. تحديدا بانا العابد بالأمس خرجت من حلب وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته، بعد أن استضافها شخصيا زي ما بنشوف الصور على الشاشة الآن في تركيا. يعني بانا العابد زي ما حكينا في البداية هي من مع أنها طفلة، لكن كان لها دور كبير في إرسال الرسائل من داخل حلب لكل العالم من خلال حسابها على تويتر، اللي وصل فيه تقريبا يتابع حوالي 500,000 إنسان حول العالم، وكانت تغرد باللغة الإنجليزية مثل ما حنشوف مجموعة من تغريداتها اللي انتشرت خلال الأسبوعين السابقات. الله يعني يرحمنا برحمته، يرحم الأموات والشهداء في كل مكان، ويرحم الأحياء حقيقة ليعيشوا حياة سعيدة بإذن الله يا رب. قولوا أمين يا جماعة. من حلب وفيسبوكياتنا بالتأكيد يعني لن تستطيع أن تخرج كثيرا عن حلب ومعاناة أهلها. يعني من أسبوع بدأ أهل حلب، أو أقل من أسبوع بشوي من يوم الخميس الماضي، بالخروج يعني تباعا وبقوافل متواصلة مستمرة يوميا من حلب، يمكن عم توصل لآخرها. بالأمس كان هناك يعني دفعات كبيرة خرجت، وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الخروج لأناس ودعوا حلب كل على طريقته، إما إعلامي ودعها بتصوير فيديو، الفيديو الأخير له في حلب، على طبعا وخلفه الأنقاض اللي تركها أهل حلب خلفهم، مش من صنع أيديهم لكن بالتأكيد من صنع قاتلهم والطاغية الذي طغى على حلب هذه المدينة الشهباء وعلى أهلها. اخترنا لكم من الفيديوهات هذا الفيديو يعني شخص ودع حلب على طريقته الخاصة بقصيدة أداها بصوته الحلبي الجميل، خلينا نشاهد. ودعوك بدمعات العيون، ودعوك وأنت في عيوني، ودعوك بدمعات العيون، ودعوك وأنت في عيوني، إلى بلد تزيد به المآسي،
بها يبكي الحزين على الحزين إلى بلد تزيد به المآسي به يبكي الحزين على الحزين وأدعك بدمعات العيون وأدعك وأنت في عيوني يا بلد قضيت به حياتي عشقت ترابه رغم الجنون يا بلد قضيت به حياتي عشقت ترابه رغم حوني غادر أرضك وأنا حزين وبعدك كم أبكى عيوني اليوم يعني يودع أهل حلب مدينتهم يودعونها وقد أصبحت ركاما من فعل يعني الظالمين وأيديهم الذي يعني التي غرقت بدماء أهل حلب وغرقت وتلوثت حقيقة يمكن بهذا الدمار اللي عملوا في حلب. اليوم أهل حلب عم بيودعوها لكن بإذن الله العودة قريبة وخلال فترة يمكن تكون أقصر من أكثر واحد يعني متفائل ممكن يكون متوقع وقت إن شاء الله يعني لن يطول هذا الأمر إن كان على أهل حلب أو على الأمة الإسلامية بشكل عام. من الأحداث اللي كان على تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة حدث اغتيال السفير الروسي في تركيا. الصورة اللي راح نشاهدها الآن يمكن صورة نقلتها مجموعة من وسائل الإعلام حول العالم. على اليسار عم بتشوفوا اللي هو قاتل السفير الروسي في تركيا، جنبه هذا الشخص هو الذي قتل ولي العهد النمساوي في إذا بتتذكروا في العهد في العقد الثاني من القرن الماضي، واللي تسبب عملية الاغتيال تبعته بشرارة الحرب العالمية الأولى. بيشبهوا يمكن بعض الوسائل الإعلام بيقولوا لك إنه بيشبهوا بعض، في شبه يمكن بالشكل قليلا، وحاولوا إنهم يربطوا بين الموقفين والمشهدين سياسيا. أنا ما سامحوني يعني بس أعتقد إنه يمكن وسائل الإعلام اللي تحدثت بهذا الموضوع شوي في عندها شوية خبث يمكن الربط تحديدا بين هالموضوعين، بس أنا بعتقد إنه كثير الموضوع بعيد هذا عن هذا، لأنه لا السفير يعني بيوصل لمرحلة أو يشبه كأنه قتيل ولي عهد. أنتوا حكي عن ولي عهد نمساوي مش سفير روسي، لو ولي العهد الروسي ولا واحد من يعني العائلة الحاكمة ممكن، عدا عن إنه طبعا وقتها الحرب العالمية الأولى كان لسه إلها يعني أشياء الناس عم بتحكي فيها، وكان في لسه إلها بعض المبررات إنها تصير، يعني هاي كانت شررتها الأخيرة حتى إنها تقع. لكن اليوم إحنا عم نحكي عن صداقة موجودة بين تركيا وروسيا ومصالح مشتركة. الصورة الثانية اللي حنشاهدها الآن، هذا الصورة انتشرت أمس بعد عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا. نشروا الصورة بالأمس، كان في اجتماع بين وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإيراني، فلفتت أحد المصورين هذه الصورة إنه حارس وزير الخارجية الإيراني عم بيتفرج بنظرات مريبة لحارس وزير الخارجية التركي، يمكن خايف إنه يقوم بأي عمل خارج عن المألوف. فيسبوكيتنا اللي بعدها راح نروح لأحدث كذلك كان عليه تفاعل كبير مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص أردني وبشكل عام على يعني المهتمين بالشأن الأردني. كان في اشتباكات على مدار اليومين الماضيات في مدينة الكرك بالأردن بين قوات الأمن الأردنية ومجموعات إرهابية موجودة في المدينة. من الأشياء طبعا كان في كثير فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث بشكل كبير خاصة من الناشطين في الأردن مع هذا الموضوع، لكن الصورة اللي أنا لفتت انتباهي وحبيت أشارككم فيها صورة لرجل أمن دركي أردني وصلت رصاصة أطلقها أحد الأشخاص اللي كانت القوات الأمنية عم بتلاحقهم، لكن اخترقت خوذته، الله لطفه، ولا كان يمكن هو مع الشهداء اللي استشهدوا من رجال الأمن والدرك الأردنيين اللي تجاوز عددهم 10 في عمليتين مختلفتين. الثانية كانت أمس والأولى كانت قبل أمس. الله يسلم كل أوطان العرب والمسلمين
ويبعد عنهم الناس، يمكن نسميهم جاهلين، نسميهم مغيبين، نسميهم موجهين، والله أعلم. الله المستعان. والأحداث، يمكن المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر يوتيوب خلال الفترة الماضية، الأحداث السياسية، أحداث اللي عم تحصل في الدول العربية والإسلامية بشكل عام، عم بتغطي كتير على أي تفاعل آخر من حلب لاشتباكات الأردن، للأشياء اللي عم بتصير بتركيا. قبل أسبوع تقريبا وبزيادة كان هناك اغتيال لشخص اسمه محمد الزواري في تونس، تونسي لكنه أحد أعضاء كتائب القسام في فلسطين. هذا محمد طبعا اغتيل على يد الموساد حسب يعني اغلب الاخبار او التحليلات اللي رجحت انه الموساد الاسرائيلي هو خلف اغتياله، لانه هو اللي يعني كان مهندس صناعه طائرات الابابيل اللي استخدمتها كتائب القسام بالحرب الاخيره في غزه، وهناك طائرات عم تستخدمها المقاومه حقيقه الان، طائرات بدون طيار، هي من تحضير وتجهيز وهندسه التونسي محمد الزواري. من الاشياء اللي كان عليها تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتجته شبكة شهاب، إنه هل محمد الزواري هو غير الفلسطيني الوحيد اللي كان له دور مع المقاومة الفلسطينية؟ بالتأكيد لا، هم جمعوا أكم من اسم كمثال، ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، لأنه مليان ناس. يعني كتائب القسام نفسها، عز الدين القسام سوري راح جاهد في فلسطين واستشهد في بدايات أو يعني في مطلع القرن الماضي مع الاستعمار البريطاني، لكن الآن يعني رأس المقاومة في فلسطين هي باسم كتائب عز الدين القسام، هذا المجاهد السوري محمد الزواري وغيره، بهذا الفيديو اللي أنتجته شبكة شهاب على فيسبوك وانتشر مواقع التواصل الاجتماعي. رحمة الله على كل شهداء أمتنا العربية والإسلامية، والعز والمجد بالتأكيد للمقاومة أينما وجدت، في فلسطين، في سوريا، على كل أرض تقول لا إله إلا الله ويقاتل فيها إنسان من أجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بالجهاد الحقيقي البعيد عن أي يعني غباء بين قوسين وتطرف وغلو بكل أشكاله ومعاني. نروح لفيسبوك بفيسبوكياتنا لموضوع آخر منتشر مواقع التواصل الاجتماعي وصار فيه على تفاعل امبارح واليوم مع التحديث الجديد على فيسبوك. رح نحكي اليوم عن تحديثين. التحديث الأول هو عبارة عن أنه الفيسبوك أتاح فكرة جديدة لكتابة المنشورات على خلفية ملونة مثل هنشوفها، مثال يمكن واحدة منهم أنا جربتها رح تطلع عنكم هلا على الشاشة. بإمكانك تكتب، طبعا هاي مش صورة، هي بتظهر كأنها صورة على موقع فيسبوك، لكن هي فعليا انت بتكتب البوست وبتحط اضافة انه تحدد خلفية ملونة فيها. من التحديث الجديد على موقع فيسبوك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والناس صارت تحكي فيه وعم تتفاعل فيه. الشغلة الثانية اللي صار عليها تحديث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو اضافة خاصية جدولة المنشورات. اللي بيشتغل في البيجات والصفحات على موقع فيسبوك بيعرف شو يعني جدولة المنشورات، انك انت تحط منشور تكتبه او تحط الفيديو او تحط الصورة وتحدد موعد لاحق، ممكن بكرة، ممكن بعد بكرة، ممكن اليوم، في طبعا مدة زمنية محددة، لكن ما بدك ينبث اليوم او ينشر هذا المنشور اليوم، مثل ما راح نشوف على الشاشة الان بالصورة. هذه الخاصية مش متوفرة الان على كل التحديثات، حتى على الديسكتوب ولا على التليفونات، إلا للبعض. يمكن غالبا الفيسبوك بيكون عم بينزل أي تحديث بالغالب على نسخة الآيفون الآي أو أس، بعدين بتروح لنسخ الأندرويد وبتتفعل، ومرات عم بيعطي هاي الخاصيات لبروفايلات محددة بغض النظر عن النظام اللي عم تشتغل عليه، بعدين بتصير بشكل تجريبي صحيح زي ما بيحكي لنا راتب، بعدين عم تتفعل وبتتعمم على كل الحسابات وعلى كل البروفايلات. We'll be right back.
إلى فيسبوكية ونرجع شوي لحلب ونرجع للأنحاء المجاورة لحلب. هادي العبدالله وهو ناشط سوري معروف نشر اليوم فيديو وجه فيه رسالة من فوق الثلوج التي بدأت تتراكم منذ الصباح ومنذ ليلة أمس على أنحاء كبيرة من سوريا. خلينا نشوف رسالته. السلام عليكم. طبعا مثل ما شايفين الثلج عم يتساقط بشكل كتير كبير بمعظم المناطق السورية. الشيء اللي حابب أقوله أنه نتذكر دايما وما ننسى العوائل اللي ساكنين بمخيمات بهذا الجو. نتذكر دايما وما ننسى الطفل اللي عموت من البرد، كبير السن اللي ما عنده أي وسيلة من وسائل التدفئة، الناس المحاصرين اللي ما عندهم وسائل تدفئة من زمان. نتذكر الباصات والسيارات المحجوزين من قبل الميليشيات الإيرانية بمنطقة الراموس من امبارح لليوم بهذا البرد وما عم يسمحوا لهم أنه يغادروا باتجاهنا. نتذكر كل هدول ونحاول نساعدهم بأي وسيلة كانت. كون أنت الملاك تبعهم، كون أنت الدفا اللي ممكن يساعد طفل، اللي ممكن يساعد طفل أو كبير سن وينقذه من جحيم البرد هذا. كون أنت الملاك اللي تقدر تساعد عيلة عايشة بخيمة وما عندها أي وسيلة من وسائل التدفئة. بتمنى الكل يساعد أي حدا بحاجة، بتمنى الكل يساعد السوريين اللي عموت من البرد. يعني دائما وأبدا ندعو الله عز وجل في الصيف وفي الشتاء، لكن في الشتاء يمكن الحاجة بتكون أكبر. عدد اللاجئين خلال السنوات الماضية عدد كبير جدا في كثير من دول العالم بشكل عام والدول العربية والإسلامية بشكل خاص ومنطقتنا بشكل أخص وأخص والسوريين بشكل أخص وأخص وأخص. في الأردن مخيمات لجوء، في لبنان، في تركيا، في نفس سوريا في ناس مشردة هدمت بيوتها قاعدة بخيم. فيا رب مع هذا البرد وهذا الثلج وهذا المطر إحنا بنفرح في، يمكن لما يجي الثلج يجي المطر وناس تنبسط وتطلع تلعب بالثلج وبتتصور مع المطر وبتمشي تتمشى تحت المطر، لكن في ناس بالنسبة إلى هذا الشيء حقيقة بلاء عليهم. اللهم يا رب ارحمهم وكون معهم وخفف عنهم أي ضرر قد يلحقهم بهذا الخير العظيم حقيقة. هو بنتمنى برضو أنه الله يرزقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، ولكن بنفس الوقت يجعل رحمة على كل من لا مأوى له. ساعة راديو من دار الإيمان. زملوني دفئوني من شتاء أنقذوني، بح صوتي حان موتي، أينكم لا تسمعوني؟ هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني؟ شل طرفي ما تنصفي جف دمعي في عيوني. طلعنا لكل بيتابعونا فيديو في فقرة اخترنا لكم راح نشاهده بعد قليل، لكن خلينا نقرأ شوية تعليقات من اللي شاركتونا فيها والمشاركة ما زالت مفتوحة. بنسعد بتعليقكم معنا على سؤال حلقتنا لليوم، ماذا تعرف عن حلب؟ شاركنا بمعلومة، شاركنا بفكرة بتعرفها عن مدينة حلب. إذا ما بتعرف شيء دور واقرأ عن حلب وعن أهل حلب واستمتع بهالمعلومات اللي مليئة ودار بجذورها كثيرا في التاريخ وحضارات متنوعة مختلفة كانت موجودة في حلب وما أدراك ما حلب. ماذا تعرف عن حلب؟ همسة أمل كتبتنا وحكت: أعرف عن حلب تلك المدينة الشهباء أنها تشتهر بصابون الغار والزعتر، مدينة جميلة كانت نقطة للسياح يأتون لزيارتها، بعرف عنها كرم أهلها. يا رب ترجع كما كانت، أنت يا رب قادر على كل شيء. اللهم أمين ورح ترجع يا همسة أمل إن شاء الله. رندا بتقول هي مدينة الشهداء الذي أو التي صنعت الرجال من أكبر المدن في سوريا، الله يحفظها وينصرها يا رب، اللهم أمين. أينكم لا تسمعوني؟ هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم؟ يا
ياسمين دمشقي بتقول حلب أقدم مدينة في العالم، ما هي العاصمة الاقتصادية بالنسبة لسوريا. يعني بس تعليقا على المعلومة الأولى، هي من أقدم المدن، لكن مش أقدم مدينة في العالم، لكن من أقدم المدن المأهولة بالسكان تاريخيا. يمكن أقدم عاصمة كما يروى هي دمشق، وأقدم مدينة أريحة إذا ما خانتني الذاكرة. بتقول ياسمين عن حلب إنها العاصمة الاقتصادية بالنسبة لسوريا لموقعها الاستراتيجي، مدينة لها آثار مسجلة عالميا، هي من أكثر المدن الثقافية قديما وإلى الآن، بحيث أنها أثبتت للناس عامة ولأعدائها خاصة ما لا يستطيع استيعابه من صمود وصبر وجهاد. دفئوني من شتاء، أنقذوني. رح نكمل بقراءة تعليقاتكم، لكن حنتابع في اخترنا لكم من برنامج وسم العودة دكتور سلمان العودة حلقة بعنوان لا تقصص وجعك. كثير من هذه المشاهد اللي راح تتابعوها بهذه الحلقة مصورة في حلب، في دمشق، وفي مدن أخرى من سوريا بمأساتها الأخيرة. خلينا نتابع. من هذا الباب خرجوا قبل شهر، قبل شهرين، قبل الشتاءات أكبر من العد، أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور، كان أبي وأمي. أين دراجتي؟ أين كتابي وخيول المرسومة على الورق؟ أين عربات الأزقة الضيقة؟ أين أصوات الباعة المتجولون؟ عفواً المتجولين. لقد علمني أستاذي أن الصفة تتبع الموصوف. أين أستاذي؟ أين رفاقي؟ زياد، هشام، أحمد وأيوب المتعب بمرضه. أين لوحة طارق المنصوبة على جدار فصلنا؟ يوم أن كانت أين لا تحمل كل هذا الألم؟ من سرقها؟ من سرق ذاكرتنا المخبوءة تحتها؟ لأن الحروب دائما تغتال أين، فقد ماتت كل أمالك بتلك الأشياء الجميلة. ماتت أين وماتت الصدور العارية إلا من الحب. يا صغيري جرب، كان جرب أن تحكي عن الأرض، عن الرفاق، قبل أن يهجم الرصاص، قبل أن يهيج البحر، قبل أن تطير الفراشات إلى الله. من هذا الباب خرجوا قبل شهر، قبل شهرين، قبل شتاءات أكبر من العد، أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور، كان أبي وأمي. كانت عيناي يد أبي، كانت أنفاسي صدر أمي، كان سمعي أغنيات جدي، كانت قدماي لعبة الريح، كان صوتي خط النهاية لسباق الأصدقاء، وكان لساني يا شام يا مدينة السماء. هناك قاسيون عاليا عاليا لا شيء أعلى منه سوى هامة أبي، كانت الطيور والأبنية والسحاب دونه، كان متكأ حزننا وسرنا وحبنا، كان ظلنا من الشمس، كان يحمينا من الغروب. فجأة انهزم قاسيون، انهزم في عيون كل الأطفال، انهزم قاسيون منذ أن تجاوزته للأعلى طائرات طالما حماها. كان يظن أن مطرها ولهيبها لا يمكن أن يهطل بهذه السرعة فوق رؤوس عالية صغيرة بحت حناجرها بالنشيد الوطني.
حماة الديار عليكم سلام. كان الرصاص أسرع من الصوت، أسرع من النشيد، كان قاسيون ثم انهزم. لأن قلبك صغير على حمل وجع كان، ولأن ذاكرتك مخبأ للراحلين، ولأن كان فعل ماضي ناقص عن أن يحيط بكل هذا الألم. جرب يا صغيري صارا، جرب، لربما ترى وجها آخر للحرب، وجها آخر للبندقية، وجها أبيض. من هذا الباب خرجوا قبل شهر، قبل شهرين، قبل شتاءات أكبر من العد، أكبر من تلك الأرقام التي تعلمناها. كان رحيلهم بلا وداع، كانت الرصاصة تذكرة العبور. كان أبي وأمي، صارت عيناي مقبرة لهما، صارت أنفاسي مخنوقة بجثث الأصدقاء، صار سمعي صوت ديك خسر فجرة، صارت قدماي أصغر حتى لا تتورط بلغ، صارت دموعي تبحث عن مجرى آخر كي أشعر، صار صوتي خط البداية للجنة، صارت العصافير تهاجر، الحمام لا يعود، الزيتون طفل لا يكبر، صوت الباعة مواء قطط جائعة، الشتاء ذئب شرس، والأمهات بلا أنفاس دافئة، تكبر أختي وحيدة، صار الدخان يحجب الشمس لينمو الصغار بلا ظلهم، صار الواقع أكبر من الحلم، الشتاء يغوي الدفء، الدفء يجرب الخيانة فوق أجسادنا النحيلة المنهكة، ضعاف جوعى ونحن نواجه معركتين، الرصاصة والشتاء. سربا سربا صاروا يرحلون، صار الموت الفردي ترف الأموات، سربا سربا للسماء. يا بني لا تقصص وجعك على إخوتك، على العالم، على كل المنظمات فيكيدوا لك كيدا. من الأعلى نعود، من قلوب الأمهات، من الكلمات، من البيوت، من الذاكرة، من كل الأفواه الباسمة نعود، مع الضوء، مع الشمس، مع الحقول، مع الحمام، مع النصر نعود. يا بني لا تقصص وجعك على إخوتك، على العالم فيكيدوا لك كيدا. الوجع صعب صحيح، لكن أهل حلب وفي كل مكان من يتألم من أهل الحق ارفعوا رأسكم، لأنه قريبا بإذن الله رح ترفعوا رأسكم بالنصر والتمكين، ويا محلاها من أيام بإذن الله قريبة. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة. ماذا تعرف عن حلب ابنة غزة تقول: أعرف أن أهلها أهل النشامة والعز، ورجالها رجال العز والكرامة، هم أهل الصبر والثبات، وأن بلاد الشام عامة هم خيرة الله على أرضه. هل أراك سالما منعما؟
شيرين ياسين تقول حلب الشهباء أرض الشهداء في عصر ظلم الأبرياء على أيدي الرؤساء. هل أراك في علاك تبلغ السماء. علي بيقول حلب الشهباء الله يكون معك يا حلب. موطني موطني موطني. ومحمد بيقول حلب آهن منك يا حلب ما فعلته فينا. حلب التسامح، حلب الإخاء، حلب المحبة، حلب الدين والعلم، أما الآن حلب الفرقة، حلب البغضاء، حلب الشعب المنقسم على نفسه ولأجل من؟ لأجل سيادة البلد. حسبك الله وحسبنا معك من كل طغية فاجر. لا أعرف ما أقول وأنا ابنها. محمد يقول لا أعرف ما أقول وأنا ابنها إلا أنني أتقطر دما اشتياقا لها. لو أنك أتيت حلب مرة واحدة فلن تفارقك نسائم هوائها وشمسها ورائحة ولون تربتها وعمرانها وصناعتها وأهلها البسطاء العفويون. عيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التالي. وآخر تعليق نقرأه في سؤالنا لليوم، ماذا تعرف عن حلب؟ دينا بيدان بتقول أعرف عن حلب أنها من أعرق المدن السورية، بل ومن أكبرها مساحة، أيضا هي أكبر مدن بلاد الشام. هي كانت المدينة الثالثة في الدولة العثمانية بعد القاهرة وإسطنبول. هي من أقدم المدن في العالم المأهولة منذ القدم. تعاقبت على حلب عدة حضارات: الحثية، الآرامية، الآشورية، الفارسية، الهيلينية، الرومانية، البيزنطية والإسلامية. كانت حلب عاصمة المملكة الأمورية، وأيضا كانت عاصمة الدولة الحمدانية إبان العصر العباسي. تمتاز حلب بموقعها الاستراتيجي منذ القدم، إذ تتوسط الطريقة من بلاد ما بين النهرين إلى البحر الأبيض المتوسط. تختم دينا كلامها وبتحكي ستعود إن شاء الله حلب حرة وحلب عزيمة لن تلين. يا طير السماء علي خدني معك مشوار، مشتاق أحلى طلي شوف عباب الدار. يا طير السماء علي خدني معك مشوار، مشتاق أحلى طلي شوف عباب الدار. واحكي لعن قلب انكوى وجراح ما إلها دواء، واحكي لعن قلب انكوى وجراح ما إلها دواء. يا ريت يجمعنا الهوى نرجع أحلى دوار. إلى فقرتنا الأخيرة بساعة راديو لليوم، سالم وسليم يعودون من جديد بحلقة من جوز كلام. وإننا نعتز بك يا سيادة المدير بحكمتك العظيمة وقيادتك الرشيدة ونظرتك الثاقبة وإخلاصك ونزاهتك البالغتين. أوف، ذكرني أبو السلام شو كتب كمان؟ بشو بدي ذكرها؟ أخي شو في كلمات مديح كتبها؟ يعني هيك كلمة ترحيب مديرنا الجديد. مديح؟ ليش انت بتعرفه لسيادة المدير هاد من قبل لحتى تمدح نزاهته وإخلاصه والذي منه؟ هلا للصراحة ما بعرفه، بس هذا الحكي ضروري ولا بدي ينقال لكل مدير وخصوصا أول ما يستلم الإدارة. بالله، وليش ضروري أصلا لينقال إذا ما بتعرفه أمين أو حرامي أو كذاب أو صادق حكيم أو غشيم؟ إيه سيدي، بالتعامل مع المدراء لابد من شيء اسمه دبلوماسية. دبلوماسية دبلوماسية ولا نفاق؟ آه نفاق؟ لا مو نفاق أخي. إلا يا سيدي، هذا اسمه نفاق وتزلف وتمسيح جوخ،
وقت بتصف كلام المديح والتعظيم والتفخيم لتتقرب من حدا أصلاً مسؤول وانت أصلاً ما بتعرف شي عنه، بيكون اسمه نفاق وتمزيح شوخ. أخي فليكن، وشو بصير يعني إذا تقربت منه بهالطريقة؟ يا سالين، انت بهالكلام بتكون عم تساعده على الفساد والظلم. وليش بقى؟ لأنه حيشوف إنه الموظفين كلهم تحت أمره وعم يمدحوه حتى قبل ما يعرفوه. بهالشكل إذا كان فاسد رح يتمادى بفساده واستبداده، وما حيكون عنده أي دافع ليتحرر النزاهة طالما الناس ما شغلتها إلا المدح. إلا كان كيف بدي أكتب هاد شور علينا أخي؟ أخي بتقول له أهلا وسهلا وبتذكره بالأمانة اللي لازم أصلا يحملها، وإنه مصلحة العمل تجمعكم كلياتكم، وإنه حتعينوه على أدائها على أحسن وجه. لا إله إلا الله. إيه معناها؟ تفضل أخي اكتب الكلمة أنت. إيه بكتبها، ليش لحتى ما أكتبها؟ هات القلم لله. تفضل. بس الله يرضى عليك بلشها بفخامة المدير العام. لا اسمه المدير أحسن. لا إله إلا الله. أخي عم بمزح معك، خلص اكتب لي بدك يا أنت اكتب وأنا بقرأ. تكرم عينتينا. رؤيا فيما روي عن الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش بأنه وصل إلى صلاة الجمعة مرة في حياته متأخرا، فأفسح، طبعا كان متعود الوصول مبكرا فيصلي بالصفوف الأمامية، فأفسح الناس له طريقه حتى وصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم غاضبا وقال لهم عبارته الشهيرة علي عزت بيجوفيتش. اسمعوا وتذكروا هذا الاسم وابحثوا واقرأوا عنه كثيرا. قال لهم عبارته الشهيرة هكذا: تصنعون طواغيتكم. نهاية حلقة ساعة راديو لليوم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.